تعال يا خالد الشيباني. ستوب. ارحب يا سعيد، ارحب يا سعيد القحطاني، تفضل يا سعيد. انت طلعت مكان هزاع. ستوب. الرحيم. هيا هيا تعال نجيدك الحين، متسابق مو مستشار. محمد محمد طيب. الاجماع تكفون شباب شباب الإجماع. اطلب من الشباب اللي هناك إيه؟ الاجماع الاختيار. طيب ما نبغى نسمع الصوت. مره 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 ما نبغى نسمع الصوت. راح يكون محمد اللي يبغى هذا يرفع يده. سعيد خالد ابن محمد المطيري. دقيقة لحظة، هو بالإجماع أنا أقول محمد العمرة وهذا يقول محمد العمرة. وين محمد العمرة؟ يستاهل أبو راشد. قم يا أبو راشد. أبو راشد يستاهل أبو راشد. طيب اختار المستشار محمد العمرة. نرجو من الجميع الهدوء. أنا عارض على المستشار. أنت عارض على المستشار؟ عارض على المستشار. اثنين يكفون. عارض على المستشار. اثنين احنا في اثنين. اثنين يكفون. اثنين يكفون. أبو راشد. توكل على الله. إجماع الاثنين. أحول لك 50. طيب مستشار وجودك هنا فقط لإجابة على السؤال. في حالك تكلمت عشان تفهم الموضوع. تفهم الموضوع. أي كلمة ما لم أوجه لك أنا مباشرة خصم 50. أبشر. أي مشاركة راح تشاركها يا محمد عشان بعدين ما تقول ما قلت لي. أي مشاركة، أي تلميحة، أي نظرة فيها إجابة وفريق الإعداد فيه كاميرا خاصة لك. تمام. أي مستشار مو أنت، أي مستشار. تمام. توكل على الله. أي قرية تختارون شباب؟ يعطون القرية؟ اختاروا شباب قريتكم؟ كم باقي؟ وش اللي باقي؟ خلي يعطون القرى الباقية. عندك 6 راحت، باقي في 3 و4 و5 و7 و8. ها؟ ثلاثة. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. تمام. رقم ثلاثة هو أول سؤال مع خالد الشيباني. كيف الوضع؟ أوكي. لبي؟ قرية زينة؟ إن شاء الله. نشوف السؤال يطلع لك خالد. سؤالك يقول ما هي الزرابي؟ ما هي الزرابي يا خالد الشيباني؟ هل هي البسط، البسط أو اللحف أو الأسرة؟ خيار رقم 2 اللحف. اللحف يعني اللحاف. أو اللحاف. إجابة صح. إجابة خاطئة يا خالد. هي مذكورة القرآن. البساط مذكورة جربي ومبسوط. أيوة القرآن. البسط القرآن. والله أنت قلت، أنت قلت رقم 2. طيب. تمام. كيف القحطاني؟ إيه قلت صح. كيف الأمور؟ لا الله يسلم. في مقالب جديدة ولا خلاص؟ لا شوي بس. متى؟ أسبوع أسبوع أسبوع. لا أسبوع واجد. ثلاثة أيام. يعني خلي كله اثنين. يعني سؤالك جدا سهل. يومين ان شاء الله. تكفى يا سؤالك هذا سؤالك. تلميحتين بتلميحتين على طول اقول لك انا. ما كنية الرسول صلى الله عليه وسلم يا قحطاني؟ عندك خيارات. هدي عندك مستشار او تهرب من الاجابه يا خالد؟ سعيد قصدي. اي خالد انا اوجه الكلام لك انا. سم ما سويت شيء ترى. علي عبد المطلب. ابو عبد الله. ابو عبد الله. لا لا ابو القاسم. ابو القاسم. ابو القاسم يا رجل. حول ابو القاسم. معلم معوض 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 معوض. كان بامكانك تحول المستشار. سؤال جدا جدا سهل. هذا سؤال التلميح. والله جاي السؤال هذا. طيب معلم يا ريت جاينا. معلم يا بن جخير السؤال عندك الان. سؤالك جدا جميل وصعب للغايه. لا 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 نعم. شاعر انت صح؟ من القائل من يحتمل عيوبي اعتبره سيدي ولو كان خادمي؟ هل هو غوته او جوته؟ شكسبير؟ جلاسو؟ بن عمرو مره ما له دخل في الموضوع. لا لا اي والله انا ما لي شغل. خمسة عشر ثانية. تهرب او حول. اذا تهربت شو يصير؟ نروح كلنا نمشي. عشر ثواني تمشي بسرعه. سبعة ستة. جوتا. 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 إجابة صحيحة. إجابة صحيحة. وما رميت رميت الله. يعني أنقذنا من السالب. تركي أنقذنا من السالب. إذا الآن خلاص توكل على الله. الآن خلاص قرية رقم ثلاثة. خلاص أنا منه.
شكرا يا ابن عمرو. فك عرضك. خلنا نجلس هنا. فك عرضك. قلبه خلنا نجلس هنا. فك عرضك لو سمحت. شكرا يا ابن عمرو. انقذنا من السالب هو؟ لسنا. ها؟ راح اشوفكم الان قريه. اي رجع. ابن عمرو الان عود الى مكانه سالما معافا من كل سوء. نشوف القريه رقم 3. سوء اللي سوء. سوء سوء. والله عرفت. يا ساتر. قريه رقم 3 اخترته صح؟ ما ترى رقم 3 صح؟ ودي اتمنى بس ما لا اله الا الله. لا اله الا الله. عندي؟ اي والله. وش يقول لك هي؟ هي احدى قرى الولايه الشماليه محافظة؟ هي احدى قرى الولايه الشماليه محافظة مروي. مروي؟ مروي. وين ذي؟ او مروي. وين؟ السعودية؟ ب50. طيب ويا تهربت؟ كيفك الحين انت ما تبغى تجاوب كيف خلاص تقول ما اعرف نروح للصناديق نشوف كم ربحت وكم خسرت واذا جاوبت الحين انت يعني عرفتها يعني عرفت اسم القريه ولا دريت عنهم تاخذ احتمال ثاني ب50 عطني لا 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 دراهم تشتري لا. مني ب50 لا اشتري منك ولا تشتري مني ولا اني مجاوب على السؤال ما اعرف مره ما اعرف طيب يعني روح الصندوق روح الصندوق الصناديق. يعني ما بتنقذ اخوياك ليه ما انقذهم كيف انقذهم؟ ما بتحاول تشوف لك احتمال ثاني؟ تشتري ب50؟ يمكن انك تعرف ايه قد عينت 150 خذ 50 ما اخذ 150 خلاص لا لا عشان ما كيف ما تقول تركي اصر علي اشتري لا لا العيال قالوا اشتري انا ما اعرفها ابدا والمحافظه هذه اول مره اسمع فيها انا ما ابغى اصر عليك في شيء ما اعرفها الموضوع عندك انت عشان اذا تبغى تجازف ما تقول تركي اصر علي او تركي اللي صندوق صندوق لا لا ريال واحد ما ريال واحد ما يعني تنازلت عن القريه تنزلتوا عن القريه خلاص ما تبغون القريه تبغون نشوف صندوق طيب بدينا الحين فلوس توزعها لا 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 ممكن لا لا, لا. القريه الان موضوعها ثاني غير موضوع الصندوق اذا جاوبت انت طيب اذا جاوبت على القريه اذا اعطيتك احتمال ثاني وعرفت القريه ذيك الحزه موضوع ثاني اعطيهم الربع ايوه عطني يا رجال احتمال عطني يمكن احتمال. ما تعرفه ترى بنحاول العيون ان شاء الله خلاص اصمل خذ ما راح تعرفه ما مرجو توكل والله انا عشان الربع ودي والله في الشيء اللي ينفعنا كلنا خلاص توكل طيب كيف خذ خذ ها خلاص يلا يلا عطني عطني ب50 50 عطني ب50 من عند طيب اي عطني يقول لك يحد هذه القريه جنوبا نهر النيل وشمالا سلسله جبال ابن عوف يحدها نهر النيل ما غيره حق مصر اي في غيره ما عندنا حولنا هنا في الشرقية ها يمين يسار ما في أبها ما عندنا نهر بطلنا كل الجبال يعني حول جدة وفي الرياض ما عندنا إلا الموضوع حول جدة وصوب نهر لا لا برا برا السعودية ما لي دخل أنا في مصر ولا مدري الله عليك يا لعيب أنت يا لعيب الموضوع كنت غير أنت على فكرة الأخوان القرى في السعودية برا السعودية إحنا الآن نتكلم عن قرية برا السعودية أنا توقعتها داخل السعودية أنا توقعتها داخل السعودية لا طيب. موضوع إنك توقعت هذا موضوع ثاني موضوعك هذا ثاني ما في اختيارات ولا قاعد أعطيك إياها الحين لا خيارات ثلاث خيارات اسم القرية هذه وش طب خمس ثواني ما أعرف. أربعة ما أعرف ثلاثة اثنين واحد أي شيء اختر صندوق افتح صندوق القرية راحت عليك افتح صندوق راحت ان شاء الله تعوضها كيف. ان شاء الله طيب القريه اسمها قريه الكرفاب هي تبعد حوالي 50 كيلومتر غرب مدينه كريمه وتقع في الضفه الشماليه لنهر النيل المسافه بينها وبين النهر والجبل مسافه ضيقه لذلك تمتد البيوت على شكل شريط طولي من اهم الموارد هذه والله انا ما بعرف ممكن افدى وجهك توصل لهم اللي قاعدين يسوونه معنا كذا والله بتكلم تركي هذا اسئله والله ما نعرفها شوف شوف بقول لك شيء قريه ما ادري وين يا اخوي انا وسعيد سالب خلاص احنا يلا نعرف انا اقول لك شيء انا بالنسبه لي القريه دي اول مره اقرا فيها ها طيب صعبه بس القريه الثانيه سهله يعني تركي احنا يعني يلا يلا انت المرات الجايه يعطونا خيارات شوف هذا الكلام شفت انت بعد ما يخلص البث تقابلون سامي شاطف من هنا ابو يارا كذا هو رايح يلا ما عليه بسهل الله يا اخي طيب انا الحين خسرت لي 50 تعرف ناصر الحربي بتعوض ونعم تعرف ناصر ونعم والله بتعوض تشوفه شاطف في مكان تعلق فيه تجود فيه تجود في الرجال ابو جهيل ان شاء الله انا قلت لهم ترى قلت يا شباب العلم عند ناصر العلم عندي ذا كله من جود ناصر للي. فريق عمل متكامل بتعوض كل واحد خير ذا الحين ان شاء الله كل واحد يسد باللزوم انا ذا الحين راحت مني 50 الله فدوت اللي رجيته مره تفتح صندوق من 1 الى 3 يلا اختار اختار من 1 الى 3 المشكلة من واحد إلى ثلاثة بيجي سالم واحد رقم واحد
المشكلة لو انا سالم 100 يا تركي تروح 150 الاولى اوه لا صل على النبي نفدا وجهك تكبر لا لا شيء طيب شيء طيب اوه 200 مبروك تستاهل وجه خير طبعا اعلى اعلى قيمه اليوم 200 طبعا بنت خير بس ايه احنا سالم بنت خير مبروك